مع عمو يزيد. شكرا شكرا شكرا. اذا مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد. انتم تاني يا اطفال راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تفرحوا وتشاركوا كما هاد الاطفال هادو، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمو يزيد .com للمشاركة للحضور. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. لما تشاركوا يا أطفال لازم شوية تاع الصبر ونتصلوا بكم يا أخي. اليوم في كل حصة نتكلموا على أيام دولية وأيام عالمية مهمة. اليوم عندنا يوم مهم جدا 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 في هذه الفترة، كاين اليوم العالمي للمصابين بالتريزوميا متلازمة داون. نتوقفوا في هذه الفترة هذه باش نضمنوا معهم وخاصة للأطفال اللي عندهم متلازمة داون، يعني لي زونفون تريزوميك، سورتو للتمدرس باش يقراو كما الشعار لو يمشي دركا يقول مدرستي مستقبلي. لازمنا نضمنوا معهم باش هاد الاطفال كامل يكونوا متمدرسين كيما انتما كيما حنايا كيما قرينا، وكامل يكون عندهم حق من حقوق الانسان اللي هو حق التعلم يا اخي اطفال. اذا وعندي مفاجات لكم من بعد، لانه معايا اسماء. تعالي بنتي ارواحي. اسماء وش هو هذا؟ كراسي عمورة. وش مكتوب هنا اسماء؟ عمورة اسماء. سنقرا مون ايكول مون افنيغ، مدرستي مستقبلي. مدرستي مستقبلي. الله يبارك الله يبارك. واش راكي اسماء لاباس؟ عمورة. باركي باركي بنتي. ماما. ما تخافيش بنتي، ما تخافي. ما تخافيش بنتي. ماما. حمامة. ايه بيروكي قعدي بنتي. هيا بنتي. نروح نتكلم مع دعاء. انا دعاء شحال في عمرك بنتي؟ رحتي لعمرة دعاء قالوا لي ها؟ عجبك الحال؟ برافو برافو. عباكم يا دعاء رحت لعمرة، اعطونا تصفيقة على دعاء. مرحبا بك بنتي. مرحبا بك. تاني خديجة جات شاركت معنا. خديجة رجعتي اليوم واش راكي؟ لاباس؟ توحشناك. رجعتي اليوم عجبك الحال؟ هايا صفقوا عليهم يا اطفال، صفقوا عليهم. حنا نحبوهم بزاف. اسمع نحبوهم ونقولوا لهم باللي رانا متضامنين معهم وخاصه للتمدرس. يا اخي واش حبي تقول لنا؟ واش راك لاباس؟ واسمك؟ واسمك؟ اسمي صفوان. صفوان الله يبارك. اكبر حال لي راك انا صفوان. الله يبارك. مرحبا بك وليدي. مرحبا بك. اذا جميل 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 جدا اننا نكونوا حاضرين مع الاطفال اللي يحبونا ونحبوهم. تحبوا الالغاز؟ تحبوا. اذا لغز اليوم يقول: له جسم وليس له نفس، ولا يعيش الا اذا يقطع رأسه. ما هو؟ نعود. له جسم وليس له نفس، ولا يعيش إلا إذا قطع رأسه. باش يبدأ يعيش حتى يقطعوا له رأسه. ما هو؟ معلش فكروا في اللغز لغاية نهاية الحصة. انتم والأصدقاء لم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز بالطريقة التالية. والشاطر يعطينا الحل. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن فكروا في اللغز إلى غاية نهاية الحصة. ودرك راح نشوفوا مع هدى، كلفناها باش ديرنا بحث عن شخصية مرموقة في الكفاح المسلح الجزائري وهو زيان عاشور. تفضلي هدى. تفضلي نور الهدى. تفضلي. تصفيقة على نور الهدى.
مساء الخير يا اطفال. مساء النور. اليوم بدي نحكيكم على حياة شهيد زيان عاشور. ولد زيان عاشور بولاية بسكرة في 1919. زاول تعليمه الابتدائي في زاوية ولادة الرملية وحفظ القرآن الكريم. واصل تعليمه الثانوي بزاوية المختار بولاية جلال، حيث نال قسطا وافرا من العلوم الشرعية والعربية. سافر إلى فرنسا في نفس السنة ليواصل ممارسة عدة مهام سياسية كلفه بها النظام أنذاك في مدينة ليون، ليعود سنة 1952 إلى الوطن ويعتقل من جديد. عينه مصطفى بن بولعيد مسؤولا على المنطقة الصحراوية، وهذا ما جعل السلطات الفرنسية تقدم على اعتقاله كالعادة يوم 1 نوفمبر 1954. مكث في سجن الكدية بقسنطينة، أين كان إلى جانب الشهيد مصطفى بن بولعيد. ساعده على التخطيط ليسارع في خروجه مباشرة من السجن سنة 1955 إلى الاجتماع بمناضلي الجبهة في بوسعادة، والإسراع في تكوين نواة الجيش التحرير الوطني بالجبهة. في مارس 1956 استدعي من طرف الشهيد مصطفى بن بولعيد لاجتماع عام حضرته إطارات الثورة في المنطقة الأولى آنذاك، وقال الشهيد مصطفى بن بولعيد مقولته: جاء الرجل الذي نعتمد عليه في الصحراء، وتشاء الأقدار أن يستشهد السي مصطفى بن بولعيد قبل أن يحضر كل المدعوين. قاد الشهيد زيان عاشور عدة معارك مهمة، فاستشهد البطل زيان عاشور في 7 نوفمبر 1956 في المكان المسمى خلفون بالقرب من جبل ثامر، إثر معركة دامت 3 أيام لتنتهي بذلك ملحمة بطل وتتواصل ملحمة شعب رحمه الله. شكرا 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 هدى، شكرا. تصفيق على هدى. تصفيق 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 على هدى. شكرا هدى. إذن يا أطفال، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. الجزائر حرة مستقلة بفضل التضحيات نتاعهم اللي رانا مستقلين اليوم. إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. بما أننا في بداية فصل الربيع نحتفلوا بالطبيعة، نحتفلوا، كاين شخص نحبوه كامل. هذا الشخص يساعدنا في تنظيف المحيط. من هو هذا الشخص؟ شكون اللي يقدر يقول لي؟ تعال وليدي، تعال تعال أروح. واسمك؟ جنان محمد إسلام. وين تسكن محمد؟ قايدي. وين قايدي؟ باب الزوار. باب الزوار، الله يبارك الله يبارك. شحال في عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة. شكون هو هذا الشخص؟ النظاف. النظاف، كيفاش يقولوا له ثاني؟ تفضل وليدي. شكرا. تعالي بنتي. النظاف، كيفاش؟ واسمك بنتي؟ حوري زهرة. وين تسكني؟ في القبة. في القبة. واسمه؟ عامل نظافة. واسمه؟ عامل نظافة. عامل نظافة، برافو بنتي، برافو برافو برافو. إذن يا أطفال، عامل نظافة مهم جدا في حياتنا، نقدروه ونعزوه. يقين حبوه عامل نظافة ونساعدوه. ما لازمش نرموا الأوساخ في كل مكان يا أخي، لازم نرموا الأوساخ في سلة المهملات في مكانها. لما تأكل شوكولاتة أو تأكل أي حاجة، تحكم هذاك الكارت تديره في الجيب ديالك، ولا في الساق، ولا في الكرتاب ديالك، في المحفظة ديالك، حتى تروح للدار ولا للقسم ولا وين تسيب سلة مهملات. يا أخي أطفال، هذا وعد، ما نرميوش النفايات في كل مكان. هذه الأغنية تقول: عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة. تغنوه كامل معايا، عامل النظافة. يلا عامل النظافة. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. تعمل ليلا ونهارا من أجلنا دوما تغدو، دهرك يمضي إبكارا فيه حر وبرد. تعمل ليلا ونهارا من أجلنا دوما تغدو، دهرك يمضي إبكارا فيه حر وبرد. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. تتعب
تتحمل كل تعب من أجل قوت اليوم، تسعى دوما في طلب لقمة عيش لا تنمي. تتحمل كل تعب من أجل قوت اليوم، تسعى دوما في طلب لقمة عيش لا تنمي. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. هي أوساخا تحمل لا تبالي بالأضرار، في كل حال تعمل كم تلقى من أخطاري. هي أوساخا تحمل لا تبالي بالأضرار، في كل حال تعمل كم تلقى من أخطاري. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. فمقامك عند الله أكبر أكبر لو تعلم، وشريف عمل راق ووصف طبعا أعظم. فمقامك عند الله أكبر أكبر لو تعلم، وشريف عمل راق ووصف طبعا أعظم. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر، يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر. برافو 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 برافو، شكرا. إذا عمي مصطفى تنهض في الصبح الباكر من أجل قوت اليوم، إذا لازم نسهلوا على عمي مصطفى العمل ديالو. يا أخي أطفال تحبوا ألعاب الخفة؟ يلا نروحوا مع عمو محمد اللي جانا من مدينة الأغواط في ألعاب الخفة. يلا تفضل عمو محمد، تفضل تصفيق تصفيق على عمو محمد، تفضل تفضل.
برافو برافو برافو. شكرا 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 عمو محمد. شكرا عمو محمد، تحية لكل الناس الأغواط. شكرا محمد على هذه الزيارة، جانا من مدينة الأغواط. عجبكم العاب بخفة يا أطفال؟ نعم. أنا مقبلة هدرت مع صفوان، ماذا بيا تحييو صفوان لأنه جاء مع والديه، جاو من مدينة سطيف. إذا تحية لكل سكان سطيف، مرحبا بك صفوان، مرحبا بك. إذا تحياتنا تحياتنا لكل الأطفال. تحبوا الحكايات؟ إذا عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الملك والوزير، يلا معي. إذا يا أطفال كما قلت لكم مقبلة راح نحكي لكم حكاية الملك والوزير. واحد النهار كان واحد الملك عنده وزير، هذاك الوزير كان حكيم، يلي ساج، يعرف يتعامل مع المواقف. كل مرة الملك يطيح في مأزق ولا تصرى له مشكلة ولا، يقول له الوزير إنه خير يا مولاي، دائما إنه خير يا مولاي إنه خير يا مولاي. واحد النهار الملك كان في الصيد، تقطع له سبعه، تقطع له سبعه الوزير، قال له إنه خير يا مولاي. الملك هذاك تقلق، قال له كيفاش أنا سبعي مقطع تقول لي إنه خير يا مولاي؟ قالوا مديروه في الحبس. داروا هذاك الوزير في الحبس، كي دخل الحبس قال له إنه خير يا مولاي. كي دخل الحبس خلاه في الحبس هكذا. أيامات من بعد الملك خرج في جولة، خرج في جولة طاح في واحد القبيلة، هذيك القبيلة يعبدوا الأصنام، داروا معهم حرب غلبوهم، اداو الملك أسير. وهذيك القبيلة عندهم في كل مرة يمدوا أضحية هكذا للأصنام هذيك اللي يعبدوها، وحبوا يمدوا الملك، حبوا يضحيوا به. كي جاوا رايحين يضحيوا بالملك باش يقتلوه، صابوا بلي ما عندوش صبع مقطع. قالوا لهم احنا كي نضحيوا بواحد لازم يكون كامل، ما يكونش منحيل له الصبع. تلقوه ومن بعد رجع للمملكه، قال لهم جيبوا الوزير من، قال لهم جيبوا الوزير من السجن. جابوا الوزير من السجن، قالوا كيفاش كي قلت لي انه خير وكذا؟ قالوا شوف واش صرا. قالوا شفت يا مولاي؟ قالوا انه خير، كان خير. قالوا كم تقطعش صبعك؟ كانوا ما يطلقوكش. قالوا بصح انت كي دخلتك الحبس قلت لي انه خير. قالوا بصح انت كي دخلتك الحبس قلت لي انه خير، اين الخير في هذا؟ قالوا الوزير، قالوا يا مولاي، قالوا كان ما دخلتنيش للحبس وجيت معاك، وكان صابوك انت ما عندك سبعه، كانوا يديوني انا يضحوا بيا. باش شوفوا كيفاش فكر هذا الوزير هذا. عمو يزيد، عمو يزيد، نستخلصوا من الحكاية تاع اليوم انه لو اطلعنا على الغيب لسجدنا لله على القدر الذي ضللناه شرا. برافو 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 بوبي. اذا يا اطفال لو نعلم الغيب كنا نسجدوا ونحمد الله على الشيء اللي ظنيناه شر، لانه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يا اخي يا اطفال يلا معي. عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ نعم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يا أطفال حقنا الواحد الركن اللي أنا نحبه بزاف هو ركن بريد عمو يزيد، وين راح نقرأ لكم الرسائل تاع الأطفال اللي بعتوهم لنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على الزرار آراء وملاحظات. بوبي شوف صندوق البريد أصدقائنا الأطفال واش بعتوا لنا. أروح أروح أكرم وسيم، أروح دقيقة، أروح أروح قبل ما نقرأ البريد. أقعد وليدي، أقعد هنا، أقعد قدامه. واسمك وليدي؟ وسيم. وسيم وأنت؟ أكرم. أكرم أكرم وسيم. واش مسنة تقرأ؟ أولى. واش مسنة تقرأ؟ أولى. الأولى وأنت؟ ما نقراش. ما تقراش، وقتاش تدخل تحضيري؟ مازال ما تدخلش. العام الجاي تدخل. هيا برافو برافو، روحوا اقعدوا هيك قدام عمو يزيد، اقعدوا قدام عمو يزيد. تكلمت معهم لانهم من محبي البرنامج كيما انتوما. واش ولدي اروح تعال اقعد. واسمك؟ معاد. معاد واش حبيت تقول عمو يزيد؟ اغنيه. اغنيه؟ واش من اغنيه؟ غني
la claire fontaine, je me suis promené. J'ai trouvé la si belle me comme, j'ai la si bénie. Il y a longtemps, je t'aime, Jean, je t'oublierai. Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. يا أطفال الحقنا دركا ركن البريد اللي قلت لكم عليه وبوبي راح جاب لنا الرسائل نتاعكم راح نقراهم دركا عطونا تصفيق على بوبي اللي جاب لنا الرسائل الرسالة الأولى فرتاس أيمن 11 سنة من خميس مليانة من ولاية عين الدفلة أنا أحب هذه الحصة أيمن شكرا شكرا وليدي احنا تاني نحبوك الرسالة الثانية بن علي خليل 12 سنة من مدينة عين يوسف ولاية المدية إذا خليل بن علي قال لكم لقد أعجبت كثيرا لقد أعجبت كثيرا بالحصة شكرا شكرا خليل شكرا 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 الرسالة الموالية الرسالة الموالية من عند بودرسة أسيل 11 سنة من ولاية قسنطينة قلت لكم أنا أحبكم جميعا أسيل شكرا شكرا بنتي من قسنطينة مرحبا بك وبناس قسنطينة عامة الرسالة الموالية من عند قتال عدنان 5 سنوات مدينة سعيد عتبة من ولاية ورقلة مرحبا بكم ناس ورقلة قال لكم من فضلكم أريد المشاركة لأنني أحبكم إذن عدنان قتال مرحبا بك وليدي في أي وقت ما عليك إلا تسجل عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com الرسالة الموالية من عند عواس حبيبة 6 سنوات من مدينة وهران الباهية تحياتنا لكل سكان ولاية وهران قلت لكم أنا أحب عمو يزيد وكل الأطفال إذن حبيبة مرحبا بك بنتي مرحبا بك حنا تاني نحبوك إذن رسائل تاعكم ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على الزرار أراء وملاحظات باش نقراو الرسائل تاعكم شكون عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي تعال تعال أقعد واسمك معاد وين تكون في خريسية في خريسية حكينا النكتة تاعك كان واحد يمشي 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 قلت لهم طالوا شيبس قلت لهم ما درفتوش كلا كلا الشيطان زاد يمشي 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 قلت له كوجاكا قلت له يما ما تاكلهاش قال وما ديك زاد يمشي يمشي طلعت يما قال 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 قلت له يوم اللي درفتني قال لك الشيطان تفضل تفضل يا أطفال لحقنا دركا تعالي معي اسمع روحي بنتي أروحي أروحي اقعدي هنا بنتي شاطرة اقعدي هنا اقعدي هنا في هذا صديقنا فلا برافو برافو بنتي برافو شاطرة لحقنا دركا الركن الجواب عن اللغز له جسم وليس له نفس ولا يعيش إلا إذا قطع رأسه من هو أروحي بنتي أروحي منا واسمك بنتي دعاء وين تسكني في بين مراد رئيس وش هو الجواب؟ هو القلم خصك كلمة تفضلي بنتي تفضلي إلا إذا قطع رأسه قلم حاجة أروحي أروحي بنتي جواب ناقص شاطرة بصح جواب ناقص واسمك بنتي؟ مريم وين تسكني؟ كاليتوس في الكاليتوس وش هو الجواب؟ قلم الرصاص هو الذي لا يعمل إلا إذا قطع رأسه أروحي بنتي أروحي معايا أعطيني الهدية تاع الشطرة هذه أعطيني الهدية تاع الشطرة هذه أروحي بنتي حنا الشاطرين عمو يزيد يحبهم إذن عمو يزيد يهديك هذا الشوب هذا باش تشربي فيه الحليب والماء كذلك ويهديك عمو يزيد 3 سيديهات في كل سيدي 22 أغنية للأطفال من حق الطفولة معلمي ومبروك عليك النجاح هلا بنتي يا الشاطرة تفضلي بنتي تفضلي لحقنا درك الركن عيد الميلاد اليوم عندنا عيد ميلاد أسماء تعالي بنتي أرواحي أرواحي راح نحتفلوا بعيد ميلاد أسماء عمو يزيد راح يغني لها أرواحي بنتي هلا يغني لها عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع أسماء وحنا نغنوا لها يلا التحقوا بيا أرواحوا
ميلادك أحلى عيد، رب يكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه يباركوا له وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. إذا أسماء بنتين حسموا مع بعض كامل، ما زال 8 7 6 5 4 3 2 1. هيا طفي الشماعة، طفي طفي طفي، برافو. إذا أعطي لي الشهادة تاعها. إذا أسماء بنتي عمو يزيد يهدي لك شهادة، هاد شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد في هذا الظرف الجميل، تحتفظي به. وانتم كامل يا أطفال كي تخرجوا كل واحد يأخذ شهادة كما هذه باش يحتفظ بها كذكرى لزيارته الحصة عمو يزيد. وبما أنك رسلتينا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42000 سطوالي العاصمة، رامي راعي البرنامج يهدي لك هذه الهدية اللي هي ينطبلت باش تشوفي الحصص تاع عمو يزيد يا أخي. برافو برافو برافو. إذن أنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت، نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع